السلام عليكم، ويا رب تكونوا كلكم في أحسن صحة وحال. بلد جميلة حلوة فيها مجموعة من القواعد العسكرية في أماكن متفرقة وفي مدن مختلفة من البلد دي. مهمة القواعد العسكرية هي حماية البلد ضد أي عدو. إذا حصل أي مشكلة في أي قاعدة عسكرية البلد كلها بتتأثر، لأن دوت الحماية بتاعتها. نفس القصة بالظبط بتاعت الغدد الليمفاوية أو العقد الليمفاوية في جسم الإنسان. العقد الليمفاوية أو الغدد الليمفاوية في جسم الإنسان مهمتها الرئيسية هي حماية جسم الإنسان ضد أي عدو يهاجمه. فيروس، بكتيريا، فطريات، أمراض مزمنة، أي حاجة تهاجم البلد مهمتها الغدد الليمفاوية أو العقد الليمفاوية هي حماية البلد من هذه الأعداء أو هؤلاء الأعداء. الغدد الليمفاوية عبارة عن عقد موجودة في أماكن مختلفة من الجسم، سواء في الرقبة، تحت الدقن، خلف الأذنين، في الرقبة من الجانبين، ورا في أسفل الرقبة، تحت الشعر على طول، أسفل الأبطين، وفي منطقة العانة أو الركنين اللي عند التقاء العانة مع الفخذين. ديت الغدد الليمفاوية الظاهرة. في غدد ليمفاوية داخل البطن برضو، بس مش ظاهرة قدامنا لأنها موجودة قدام داخل البطن من جوه. وفي بعض الأمراض بتخلي غدد ليمفاوية تيجي فوق عظمة الترقوة، من ضمنها مرض الدرق. الغدد الليمفاوية جواها خلايا دم بيضاء، العساكر بتاعتنا، ومربوطة الغدد الليمفاوية في جسم الإنسان أو متصلة ببعض عن طريق أوعية ليمفاوية بيمشي فيها خلايا دم بيضاء، العساكر اللي بتروح عشان تحارب، ومعاها خلايا ميتة أو مصابة اللي هي الأسرى والأعداء اللي هجمتهم الخلايا الدم البيضاء. إذا مهمة الغدد الليمفاوية هي فلترة الجسم عند حدوث اعتداء، بتبعت كريات الدم البيضاء العساكر، وفي نفس الوقت العساكر ماشيين بيمشوا في الأوعية الليمفاوية، وبعد كده مهمتها إنها تفلترها بحيث إنها تدخل الدم تفلترها من الخلايا الميتة اللي هي الأسرى والأعداء، عشان تدخل بعد كده الدورة الدموية نظيفة، وبيمر فيها سائل اسمه السائل الليمفاوي، وده سائل شفاف تماما. نسخة طبق الأصل للنموذج بتاع البلد اللي فيها قواعد عسكرية. إذا الغدد أو العقد الليمفاوية هي جهاز المناعة بتاع الجسم. على المستوى الإنساني من أكتر الحاجات اللي بتؤرق المريض وهو جاي العيادة، لدرجة إن بعض المرضى بيسموها الورم. دكتور عندي ورم تحت باطي، دكتور عندي ورم في راسي من ورا، دكتور عندي ورم في رقبتي، دكتور عندي ورم هنا. ولكن إذا قعدنا معاه واتكلمنا معاه وفهمناه، في معظم الأحوال هنلاقي سبب الكلمة اللي هو قالها أو التهاب الغدد الليمفاوية أو تضخمها موجود. من ضمن أهم أسباب التهاب الغدد الليمفاوية أو العقد الليمفاوية، أي فيروس، أي بكتيريا، أي فطريات، أي التهاب، أي كانسر، أي أورام، أي حاجة. إذن هذه القواعد الحامية لجسم الإنسان مهمتها الرئيسية قلنا محاربة الأعداء، وكل منطقة في الجسم بيفلترها أو بتشرف عليها قاعدة من الغدد الليمفاوية. يعني مثلا اللي خلف الرقبة
بتلتهب مع اورام، مع التهابات الاذن او التهابات فروه الراس او التهابات الشعر، التهابات الاسنان او التهابات الجيوب الانفيه او التهابات الحلق او التهابات اللثه، بتعمل غدد ليمفاويه او التهاب في الغدد الليمفاويه في الرقبه، او ساعات بيقول عليها الحيل، عامله لي حيل يا دكتور. التهابات القدمين والارجل ومنطقه العانه بتيجي داخل منطقه الغدد الليمفاويه هنا. التهابات الثدي بتيجي هنا تحت القبض من الناحيتين، او ان الغدد الليمفاويه نفسها بتلتهب. اعراض التهاب الغدد الليمفاويه دي دايما بتبقى اعراض يا اما ملتهبه لوحدها ودي مش كتيره او نادره، يا اما ملتهبه نتيجه التهاب الجزء اللي في الجسم اللي هي بتشرف عليه وبتحميه وبتفلتره. يعني بيبقى معاها اعراض التهاب في الراس، التهاب في الاذنين مثلا، التهاب في الجيوب الانفيه، التهاب في اللثه، التهاب في الاسنان، التهاب في الحنجره بالنسبه للرقبه، او التهاب في الثدي نفسه في المنطقه دهيت، او التهاب في الاقدام او الساقين او منطقه العانه او في الاعضاء التناسليه، برضو ممكن تاثر على منطقه الغدد او العقد الليمفاويه اللي في منطقه اسفل البطن او في منطقه العانه. اذا هي ديت الاعراض، انما العقد الليمفاويه نفسها او الغدد الليمفاويه بتبقى مؤلمه، بتوجعك، ممكن تكون متضخمة، ممكن تكون حواليها احمرار سواء تحت القبض نفسه أو في أي منطقة من اللي هي موجودة فيه، بيجي معاها ممكن ارتفاع في درجة الحرارة بسبب التهاب الجزء اللي في الجسم اللي هي مشرفة عليه، أو بتيجي معاها عرق غزير، قلة نوم، انسداد في الشهية، ألم فظيع، خمول، تعب، إرهاق، أو لا قدر الله بتكون مؤلمة ومتضخمة في الحجم ومتحجرة يعني ناشفة، ودي بتيجي أكتر في الكانسر. ومن أهم أنواع الكانسر طبعا اللي بتسبب تضخم أو في الغدد أو العقد الليمفاوية اليوكيميا، كانسر الدم، أو الهوتجكن، مرض هوتجكن اللي هو بتاع الخلايا الليمفاوية، أو ليمفوما الدم او اللي هي اورام الخلايا الليمفاويه. وبتختلف عن الالتهاب العادي ان هي بتبقى قلنا بتكبر في الحجم وبتبقى ناشفه اكتر ما منها مؤلمه هارد. وممكن يحصل التهاب في الغدد الليمفاويه برضو ويجي بسبب اشياء اخرى زي مناعه طبيعيه او التهاب مع تغير الجو العادي او مع تغيير الفصول، او طفل لسه في البدايات بيكون جهازه المناعي فيحصل التهاب بسيط ملوش اي مشاكل او اسباب، او شخص بالغ كويس جدا ما فيهوش اي حاجه. بيجي المريض للعياده يقول لك انا عندي كذا كذا كذا، فمحتاج ان احنا نطمن. عشان نشخص الغدد الليمفاوية أول شيء بنكشف على أماكنها كلها أو على المكان اللي بيحدده المريض، بس برضو لازم نمر على الغدد الليمفاوية تانية اللي موجودة في الجسم اللي قلنا أماكنها. بعد كده من الكشف بنلاقي ملتهبة فيها احمرار أو فيها تضخم بس طرية زي الخراج موجود فيها، وبنلاقي معاها السبب دايما موجود، يا قلنا التهابات في الجهاز التنفسي أو في الراس أو في الثدي أو في الأقدام أو في منطقة أسفل الجسم. بنلاقي ممكن عشان نشخصها نعمل له إشعة أو إشعة مقطعية أو إشعة عادية. صورة الدم في غاية الأهمية لأنها بتبين كريات الدم البيضاء والحمراء وأنواع كريات الدم البيضاء، هل هي ليمفاوية ولا أحادية ولا أنواع تانية من كريات الدم البيضاء. بعد كده قد يتطلب الأمر عمل عينة من الغدة الليمفاوية في بعض الحالات لتحليلها. إبرة بسيطة مش هتوجع خالص، بتاخد عينة من الخلايا اللي داخل الغدة عشان تروح قسم الباثولوجي أو قسم علم الأمراض عشان يحللها ويدلنا تقرير، هل هي خلايا عادية، خلايا بكتيرية، خلايا فيروسية، لا قدر الله خلايا ضرن أو خلايا أورام. إنما هرجع وأقول العلاج في معظم الأحوال بعد التشخيص لازم نقعد مع المريض نكشف على الغدد كلها نطمنه. لو التهاب بسيط في غدة ليمفاوية والسبب موجود هنعالج السبب،
عندنا التهابات بكتيرية أو فطرية في فروة الرأس هنعالجها، أدوار برد جهاز تنفسي هنعالجها العلاج اللازم، لا قدر الله ضرن هنعالج الضرن ونبدأ كورس علاجي، المهم نعرف سببها إيه. التهابات في صوابع الرجل أو في الساقين هنعالجها بالمضادات الحيوية، فبالتالي هتتحسن الغدد الليمفاوية معاها. بالنسبة للكانسر طبعا لازم يتحدد مكانه ونبدأ علاج كيميائي أو علاج إشعاعي، فبالتالي هتتحسن الغدد الليمفاوية مع علاج السبب. الغدد الليمفاوية يا جماعة مش أورام، دي اسمها عقد ليمفاوية، من أهم أجهزة الجسم. في أوقات كتيرة جدا لو عندك مثلا قرحة فم وعندك حيل بسيط هنا، اوعى تروح للدكتور ولا تقلق ولا تيجي للدكتور تقول له أنا عندي ورم. العقد الليمفاوية ليست أورام. في معظم الأحوال زي ما قلت طفل صغير بيبني مناعته، جات له غدة بتألمه شوية، بناخد حاجة مسكنة أو كمادات مية سخنة عشان ننشط الدورة الدموية، أو لا قدر الله حاجة يعني حاجة أكتر من كده زي التهابات جهاز تنفسي بنعالجها عادي خالص. معاك زكام أو معاك التهاب في الأذن ولقيت تورم هنا، أوعى تقلق خالص، دي كلها حاجات بسيطة. مهم جدا في بعض الأحوال بيبقى فيه خراج في الغدد الليمفاوية نفسها، التهاب بكتيري عمل خراج وصديد، ودوت لازم يتفتح عن طريق الجراح وبينزل الصديد، بتتحسن الحالة جدا. جهاز المناعة بتاع الجسم أهم حاجة فيه الغدد الليمفاوية، وقلنا أهمية الغدد أو العقد الليمفاوية في جسم الإنسان، وقلنا إن الأسباب اللي بتسببها كتيرة جدا من ضمنها أسباب عادية جدا، مناعة بتتدرب أو إنسان طبيعي مع تغيير الجو والفصول مناعته شدت شوية، وفي معظم الأحوال في سبب بيبقى موجود معاها، إنما مفيش حاجة اسمها ورم في الغدد الليمفاوية. وقلنا أما بنحسها بتبقى مؤلمة حاد، ألمها حاد شديدة، ولا قدر الله في الكانسر بتبقى هارد وناشفة، وبرضو كل دوت بيتعالج مع علاج السبب. كتير قوي بنشوف حالات الغدد الليمفاوية وبتقلق المريض، فبحاول اطمنكم النهاردة انها حاجة عادية جدا وما تقلقوش، ودايما اذا السبب موجود بيتعالج، انما الغدد الليمفاوية ليست اورام. اتمنى لكم كلكم الخير والسعادة، واشوفكم دايما على خير، وما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل جرس، والسلام عليكم.